وفي نشرتنا بعد الفاصل. مسرور بارزاني يبحث مع القنصل البريطاني الجديد تعزيز العلاقات مع المملكة المتحدة. وهضال أبو بكر يقول إن سليمانية آمنة ومطارها مدني بامتياز. وحملة توعية من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية في أربيل. زيلينسكي يزور خط الجبهة في دونيتسك في شرق أوكرانيا. ووساطة إماراتية بين موسكو وكييف تنجح في تبادل 180 أسيرا. وفشل تجربة كورية شمالية بإطلاق صاروخ خط صوتي.